مرحبا، اسمي وسيم، سوري من مدينة دمشق، عمري 23 سنة. شباب، بهذا الفيديو رح احكي لكم نبذة عن حياتي، ورجاءً إذا حدا بده يقيم الاشتراك من هلا يقيمه، أو أي حدا ما حابب يشترك أو يحط ديسلايك حط ديسلايك، ما عندي مشكلة. شكرا كتير لك خيو، رح اعتبر الديسلايك تبعك هو لايك. شكرا لك. انا بطمح بالحياة هو يصير لي اسم على منصة اليوتيوب، بس ما في شي عم يساعد. انا بشتغل تمريرات صحية، يعني بالعربي تسليك المجاري، مثل ما شايفين بالصورة. هاي الصورة هي صورتي كل يوم بالليل بس ارجع على البيت. انا ما عم استعطف حدا، بس حبيت بصدق وصل لكم فكرة انه ما تنخدعوا بالمظاهر، المظاهر كذابة. انتو بتشوفوني طالع كل الفيديو، كتير منكم بتسأل انه ليش انا ما بغير لبسي، او عندي بس لبستين ثلاثة عم بطلع فيهم بالفيديوهات. يمكن اغلبكم اللي يحب يحضر من اول القناة لا يفهم علي شو عم بحكي. ما هنن ثلاث لبسات ما عندي غيرهم. هذا الشي طبعا مو عيب، بس انا حابب وصل فكرة انه المظاهر خداعة يا شباب. طبعا انا مثل الشباب، انا بطمح ان اطور معدات اليوتيوب، اشتري كاميرا، اشتري مايك صوت، اشتري إضاءة، اشتري أي شي بيخص محتوى اليوتيوب. بس للأسف أخف المعدات هي مايك صوت أو إضاءة ما حسن اشتريها. حتى الموبايل هذا اللي عم صور منه أنا وعم منتج منه مدة 1000 موت اللي اشتريته، ضل نص حقه كمان بالدين، وفيت حقه بعدين. بتشكر كتير صديقي لو ما ساعدني، طبعا مساعدة يا خوية، لو ما ساعدني ما كنت اشتريته. بوجه تحياتي لحبيب قلبي صديقي مهند، محبته بالقلب وغلابته بغلابة العيون. أنا صار كتير متقاتل متخانق متطاوش أنا وياه، بس كله أخوية. وبوجه تحياتي لحبيب قلبي بشير، أقسم بالله العظيم كمان غلطوا بغلطوا العيون، وكمان كتير متخانق ومتطاوش على شي فاضي. حبيب القلب، وكمان تحية لحبيب قلبي وصاحبي وأخي عز الدين، أحلى صاحب والله، والله بينشد الظهر فيكم كلكم. لكم أحلى تحية لأبو الياس الورد. وعلى فكرة أبو الياس الورد هو اللي تحداني ينزل هي الصورة عندي على القناة، اللي ما بتنزلها. وأنا قلت له إذا هالصورة ما بدكم بكرة نازلة على القناة تاخد مني 1000 ليرة، مو مشان المصاري، بس أنا ما بستحي بحالي ولا بشغلي، وطموحي بدي أوصل له إذا كان هلأ ولا إذا كان بعدين. أنا بوجه نصيحة لكل حدا عنده طموح
اوعك تتخلى عن طموحك شو ما كان يكون وين ما كان يكون. والله العظيم والله العظيم والله العظيم المعاناة اللي عم نعانيها أنا وأغلب الشباب اللي بعمري صعبة. أنا هلا بهالعمر هاد أقل ما يمكن أقل ما يمكن لازم يكون متزوج وعلى الأقل في عندي بيت وسيارة، بس عاد الزمان جار علينا شوي وإن شاء الله تفرج يا رب إن شاء الله.